سبع تصرفات القطط بتعملهم دليل انها بتحبك وبتعتبرك امها. دول مش مغنيين راب، ده بسيوني ودي بسكوتة وانا محمد حلمي. لايك وكومنت وشير وسيف الفيديو عشان هتحتاجه قدام، وقول لنا القطة بتاعتك بتعمل كام حاجة منهم. اول حاجة هي الخرخرة، واخواتنا السعودة بيسموها القرقرة، لان احنا مش ناقصين خرخرة اكتر من الخرخرة اللي احنا فيه. لما بتقرب منها بتلاقي صوت نفسهم عامل كده، شفت؟ ده عش، ده مش كده حب، ده مش شايفان امها، ده شايفان امها وبرضعها وبحضر لها هدوم عشان رايحه المدرسه. خرخري كمان. تاني حاجه وهي العجن، بتلاقي القطه بتقعد تفرد ايديها كده وتعجن زي ما انتوا بتشوفوها معايا في الفيديوهات. دي مش شايفان المنظر ده، معلش هتضربي بالقلم، فانت كنت شايفان امك من شويه اهو. دي محبه كدوبان. العجن وهي انها تقعد تفرد ايديها كده وتعجنها، سواء في هدوم سواء جنبك وانت نايم، مع صوت القرقره او الخرخره بتخلي الدنيا متدمره ونعمل امومه. ثالث حاجه ودي غريبه جدا، ان هو لما يحبك ويعتبرك امه ما بيلزقش وشه في وشك، بيصدر لك الطرشه دي. طول ما هي لازقه فيك اعرف ان هو بيحبك، بيحبك خلاص. عارف لما يقول لك انا جمهوري واقف في ظهري، هو بيلزقنا في ظهره بقى. ده كده يدل على انه بيعتبرك امه، وشويه وهيقول لك خش لمي الغسيل والابيض لوحده والالوان لوحدها. انا شايفك بتعمل مساج ومتدلع، مش امك ده بيت العيله، انت عايز مني ابوسه يلا. رابع خاصيه ودي خاصيه كلابي شويه، وهي خاصيه اللحس. اول ما القطه تفضل تلحس في ايدينا او تلحس في خدودنا او تلحس في رقبتنا، ده عشق بقى، ده كده مش امها، ده كده هي هتاخد منك مصروف ورايحه المدرسه. والقطط اصلا لسانها طاهر واللعاب بتاعها نظيف، معنى انها لحست فينا يبقى هي بتحبنا. لا انا ماما، احترمي نفسك. السلام عليكم. ايه رقم 5؟ معلش نسيت، ما هو العيال مبهدليني، امهم بقى. رقم 5 ودي حاجه غريبه جدا، لما يبتدوا يناموا جنبك او عند راسك، ده مش مجرد بيتدفوا فيك، ده عشق. عارف يعني ايه القطه تبتدي تدي لك كل الامان والحنان فتبتدي تنام عندك كده؟ انا حصل معايا موقف شخصي زمان، اول ما جبت بسيوني كان قد كف الايد، حطيته جنبي وانا نايم بتقلب، لقيت حاجه بتعمل طلع هو. فانا وانا بتقلب هو بيحبني، ما اعرفش ان امه قلابه، رحت دايس عليه. طالما القطه نام جنبك اعرف ان هو بيحبك. بينام بره بقى انت بيها ايه، ام بالرا. انا شايف ان الحياه عندك كلها نوم واكل، اروح اكل. رقم 6 ودي حاجه انا كنت فاهمها غلط، لو القطه نامت على ظهرها وبينت لك بطنها، بالذات لما تقعد تتمطع وتفرد ايديها لورا كده. انا عن نفسي كنت فاكر ان القطه بتتامل بصه في السقف كده زينا احنا الرجاله. بص بتبص لي ازاي، اول ما هي تنام على ظهرها وتبين لك بطنها فانت تلعب لها كدي كدي خلاصي كملاسي كده، اعرف على طول ان القطه دي بتحبك. انت عايزه ادلكهم لك؟ انت فدهم كده ليه؟ رقم 7، رقم 7 وهي القعاد، بس مش انها تقعد لوحدها، انها تقعد جنبك انت، ده دليل ان هي بتحبك قوي، شايفاك ام بقى، ام مثاليه. يعني انت تروح على المكتب تلاقيها قاعده جنبك، تخرج بره في الصاله تلاقيها قاعده جنبك، تدخل المطبخ طبعا هم مش بيعشقوك، هم داخلين ياكلوا فبيبقوا قاعدين جنبك، تدخل تنام يفضلوا يقعدوا جنبك ويلزقوا نفسهم فيه. فانتوا كده عدوا معايا، انا قاعد بشتغل الاقي القطه راح جايه جنبي، ادي 1، قعدت تقرقر ادي 2، حد مصدره قلتها ادي 3، نامت على ظهرها ومصدره لي بطنها ادي 4، الحق ده بتطبطب ادي 5، تمد ايدك تطبطب عليها تلاقيها بتلحس وتقعد تعجن بايديها، دي كده مش معتبرك امها، دي كده هتورث فيك. اسمع مني انا ام وفاهمه، فاللي بيربي منكم قطط يقول لي بينطبق عليه كام نقطه من السبع نقط اللي قلنا عليهم. هل بيعجن جنبك؟ هل بيخرخر ويقرقر؟ هل بيأمبر؟ هل بيصدر قلته ولا ايه؟ انا جبت لك لبس العيد. لا انت هتعض، مفيش حد بيعض امه، الام مدرسه. عايزين نعرف معانا كام ام النهارده بيتفرجوا علينا، رجال وسيدات. بصوا على الخلقه والنبي، يعني انا مستحمل الخلقه العفشه كمان بيصدر لي قلته؟ لا ومعتبرني امه، يعني انا لما اجي اقول له وش امك اللي شبه الكومودينو تعض امك يلا؟ الام مدرسه، الجنه تحت اقدامي، احترم نفسك. انا مستحمل كل ده وفي الاخر البي بيعمل بيبي بره الرمله، اعمل في امك ايه؟ يلا الحمد لله، هو كل ام فينا عارفه ان الجنه تحت اقدامها، مهما تعملي اديكي بتاخدي ثواب، بس والنبي مش عارفه مالي، من ساعه ما عرفت ان انا امه والوجع هنا والوجع هنا والواد على ايدي والاكل على النار والدنيا بهدله بعيد عنكم وانا دايخه طول النهار. والنبي لا امشي، ما انتوش عارفيني طريق جره. الجبنه نستو في المطبخ، ولو قمت جبتها لك؟ لا ما انا امك دلوقتي. وش امك اللي شبه الكومودينو. انا عايز الكل يعمل سيف للفيديو، مش عشاني، عشان الواد يمكن يبتسم. ابحثوا عني محمد حلمي بالعربي او بالانجليزي، فيسبوك تيك توك انستجرام يوتيوب، لازم تبقوا من اصحاب حلمي عاملين لي فولو في الاربعه. انا عندي سؤال، انتوا هتخلفوا امتى؟ ليل ونهار بتجروا ورا بعض في الشقه، وانا تعبانه ونفسي افرح بيكم يا اولاد قبل ما اموت، انا رجلي بره ورجلي جوه. مش عارفه ده كرش ولا حمل ولا حكايتي ايه. يا ابو بسيوني تعالى خد الواد مش قادره.